تمزقات الغضاريف الهلالية في الركبة. الغضاريف الهلالية عبارة عن بنى ليفية غضروفية على شكل الهلال موجودة في الركبة بين لقمتي عظمة الفخذ وطبق عظمة الساق أو ما يسمى بالطبق الزنبوبي. يوجد غضروف في الجانب الداخلي هو الغضروف الهلالي الأنسي، وآخر في الجهة الخارجية وهو الغضروف الهلالي الوحشي، وتعمل بمثابة ممتص للصدمات بين عظمي الفخذ والساق. يرتبط الغضروف الهلالي الأنسي برباط الجانب الأنسي لمفصل الركبة، مما يحد من حركته ويمنعه من التحرك بعيدا عن المفصل عند تعرض المفصل لقوة ضاغطة شديدة. على العكس من ذلك، لا يرتبط الغضروف الهلالي الوحشي بالرباط الجانبي الوحشي للمفصل، وبالتالي فهو أكثر قابلية للحركة. هذا ما يفسر انخفاض معدل إصابة الغضروف الوحشي بالمقارنة بالأنسي. بإجراء مقطع عبر الغضروف الهلالي، يكون الغضروف على شكل إسفين بحيث يقع الجزء الأكثر سماكة خارجيا على طول محيط المفصل. الغضروف الهلالي عبارة عن بنية غير موعات، حيث تقتصر التروية الدموية على الجزء المحيطي من الغضروف فقط. فقط الجزء المحيطي بنسبة 10 إلى 25% من الغضروف الهلالي مزود بتروية دموية، وهذا ما يفسر نسبيا سبب عدم شفاء تمزقات القسم الداخلي من الغضروف. عندما يتحدث الناس عن تمزق الغضروف في الركبة، فإنهم عادة ما يقصدون تمزق الغضروف الهلالي. تعد تمزقات الغضاريف الهلالية من أكثر إصابات الركبة شيوعا. يمكن أن يؤدي أي نشاط يؤدي إلى لف ركبتك أو تدويرها بقوة، خاصة عند وضع وزنك بالكامل عليها، إلى تمزق الغضروف الهلالي. تؤدي ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة. يمكن أن يؤدي الضرب أو التدخل العنيف إلى التواء الركبة، مما يؤدي إلى تمزق الغضروف. عند كبار السن، يمكن أن تساهم التغيرات التنكسية في الركبة في تمزق الغضروف الهلالي إثر صدمة بسيطة أو بدونها. يمكن أن تحدث إصابات الغضروف الهلالي بشكل معزول، أو قد تترافق مع إصابة في الأربطة الصليبية أو الجانبية للركبة. في حال التمزق الناتج عن حادث رضي، يجب على الطبيب الانتباه إلى ترافق الإصابة بشكل شائع مع تمزق رباط الصليبي الأمامي. يمكن أن يكون تمزق الغضروف الهلالي عمودياً أو أفقياً أو شعاعياً. يعبر التمزق العمودي الغضروف الهلالي من الأعلى إلى الأسفل، ويمتد بشكل موازي لشكل الغضروف. إذا توسع هذا التمزق، فقد ينتج عنه تمزق مسكة الدل. يمتد تمزق مسكة الدل عبر كامل طول الغضروف الهلالي تقريباً، وغالباً ما تتسبب هذه التمزقات في انعقال مفصل الركبة، لأن الجزء الممزق من الغضروف يعيق حركة الركبة الطبيعية. يقسم التمزق الأفقي الغضروف الهلالي إلى جزء علوي وجزء سفلي، يعرف أيضاً باسم تمزق فم السمكة. إذا كان التمزق يمتد من الحافة الداخلية الرقيقة إلى الحافة الخارجية السميكة للغضروف الهلالي، فإنه يعرف باسم التمزق الشعاعي، ويعد هذا التمزق النوع الأكثر شيوعاً بين تمزقات الغضاريف الهلالية. تمزق منقار الببغاء هو نوع من التمزقات الشعاعية، ولكن مع توجه مائل. عادة ما يسبب هذا النوع من التمزق انعقال في مفصل الركبة. يصنف المزيج من أنماط التمزقات السابقة على أنه تمزق مركب. بالإضافة إلى وصف نوع التمزق، ستذكر معظم تقارير تصوير برنين المغناطيسي والتقارير الجراحية موقع التمزق. تعتبر تمزقات القرن الخلفي الأكثر شيوعاً، وتقع في الجزء الخلفي من الغضروف الهلالي. تكون تمزقات القرن الأمامي أقل شيوعاً، وتقع في الجزء الأمامي للغضروف. التمزقات المركزية تحدث على الجانب الداخلي من الغضروف الهلالي. كما ذكرت سابقاً، لا يحتوي هذا الجزء من الغضروف على تروية دموية، وبالتالي لا يستجيب للإصلاح. توجد التمزقات المحيطية في الجزء الخارجي المحيطي من الغضروف الهلالي. هذه هي التمزقات التي يمكن للجراح أحياناً إصلاحها. الأعراض: قد تعاني من ألم وتورم شديدين خلال 24 ساعة الأولى بعد الإصابة، خاصة عند سن ركبة أو لويها، ويمكن أن يصبح المشي صعباً. قد تشعر بطقة أو فرقة عند حدوث التمزق. يمكن أن يحدث قفل وانعقال في مفصل الركبة مؤقتاً عندما ينحشر جزء من الغضروف المتمزق بين عظم الفخذ والساق، مما يمنع الحركة والبسط الكامل للساق. قد لا يعاني بعض مرضى التمزق من عائق ميكانيكي للحركة، ولكنهم قد يخشون تحريك ركبتهم فقط لا غير.
التشخيص. سيسألك طبيبك عن أعراضك وكيف حدثت الإصابة. سيفحص ركبتك فحصا سريريا دقيقا. يجب أن يشمل الفحص السريري المعاينة والجس وتحري مجال الحركة واختبار سلامة الغضاريف الهلالية والبنى الأخرى في مفصل الركبة. سيتحرى الطبيب الإيلام على طول خط المفصل حيث يوجد الغضروف الهلالي. غالبا ما يشير وجود الإيلام بالجس إلى التمزق. سيجري فحص لتحديد وجود انصباب داخل مفصل الركبة، لكن وجود الانصباب لا يؤكد وجود أو عدم وجود إصابة في الغضروف الهلالي. قد يكون بزل المفصل مفيدا عند المرضى الذين يتطور لديهم بسرعة انصباب كبير في غضون 3 ساعات من الإصابة لاستبعاد تدمي المفصل. الانصباب الدموي غير معتاد في تمزقات الغضروف الهلالي المعزول. يجب أن يثير حدوثه الشك في حدوث تمزق في الرباط الصليبي الأمامي أو كسر داخل المفصل. اختبار ثيسلي. يحاول اختبار ثيسلي محاكاة قوى التحميل المحوري التي تتعرض لها الركبة. لإجراء الاختبار يواجه الفاحص المريض ويمسك بيده، ثم يقف المريض على ساق واحدة مع سني ركبته إلى 20 درجة ويقوم بتدوير الركبة والجسم مع الحفاظ على سني الركبة داخليا وخارجيا. يشكل الألم أو الانعقال اختبارا إيجابيا. يجب دائما إجراء الاختبار على الركبة الطبيعية أولا حتى يمكن تدريب المريض، وبالتالي يمكن إجراء مقارنة بالركبة المصابة. اختبار أبلي. يتم إجراء اختبار أبلي والمريض في وضعية الانبطاح مع سن الركبة المصابة إلى 90 درجة. يتم ضغط الزنبوب على عظم الفخذ ويتم تدويره خارجيا لتقييم الغضروف الهلالي الأنسي وداخليا لتقييم الهلال الوحشي. يعتبر الاختبار إيجابيا إذا تسبب في الشعور بالألم. ثم يتم تثبيت الفخذ على سرير الفحص ويعاد الاختبار بينما يتم تطبيق قوة شد على الجزء السفلي من الساق. لكن يجب أن يكون الألم أقل حدة أو يخف عند تكرار المناورة مع تطبيق الشد. اختبار ماكموري. يتم إجراء اختبار ماكموري والمريض مستلقي على ظهره. يقف الفاحص بجهة الركبة المصابة ويضع يدا على الكعب والأخرى على الركبة. مع تدوير الزنبوب داخليا وخارجيا تبسط الركبة من الانسناء الكامل إلى 90 درجة من الانسناء. يعتبر اختبار إيجابيا إذا تسبب في حدوث ألم أو طقة. يشير الألم أو الطقة بالدوران الداخلي إلى وجود إصابة في الغضروف الأنسي، وبالدوران الخارجي وجود إصابة في الغضروف الوحشي. أثناء الاختبار قد يقوم الطبيب بتطبيق ضغط ترويحي طفيف على الركبة أثناء سنيها وبسطها عدة مرات، ثم ضغط تفحيجي طفيف أثناء تكرار المناورة عدة مرات. الاختبار السلبي لا يستبعد حدوث تمزق في الغضروف. الغضروف الهلالي لن يظهر في الأشعة السينية، لكن يمكن أن تساعد الأشعة السينية في استبعاد مشاكل الركبة الأخرى التي تسبب أعراضاً مماثلة. يقيم التصوير بالرنين المغناطيسي الأنسجة الرخوة في مفصل الركبة، بما في ذلك الغضاريف الهلالية والغضاريف المفصلية والأوتار والأربطة. إنها أفضل دراسة تصويرية لاكتشاف تمزق الغضروف الهلالي، ومع ذلك فإن التمزق لا يظهر دائماً بالتصوير بالرنين المغناطيسي. بشكل عام لا يكون تصوير بالرنين المغناطيسي ضروريا ما لم يتم التفكير في الجراحة. إذا كان طبيبك لا يزال غير متأكد مما إذا كنت مصابا بتمزق الغضروف الهلالي، فقد يوصي بإجراء جراحة تسمى تنظير المفصل. يتيح هذا الإجراء للطبيب أن ينظر داخل ركبتك وتشخيص إصابتك بشكل دقيق. وإذا كنت تعاني من تمزق فيمكن للطبيب استخدام الأدوات لعلاجه بنفس الوقت. العلاج. يعتمد علاج تمزق الغضروف الهلالي على حجم التمزق وموقعه. تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على العلاج العمر ومستوى النشاط والإصابات المرافقة. قد تعتمد العلاجات أيضا على ما إذا كان التمزق ربضيا أو تنكسيا. لحسن الحظ لا تتطلب كل التمزقات جراحة. غالبا ما تتحسن التمزقات التنكسية بمرور الوقت مع علاج تنكس المفصل، لذلك لا ينصح بالجراحة عادة، ولن تحتاج العديد من حالات التمزق الرضية إلى جراحة فورية. إذا لم تستمر الأعراض ولم يكن لديك انعقال أو تورم في الركبة، فقد يوصي طبيبك بالعلاج غير الجراحي. تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الآلام الركبة، وخاصة أي نشاط يتسبب في التواء ركبتك أو تدويرها. إذا كان الألم شديدا فإن استخدام العكازات يمكن أن يزيل الضغط عن ركبتك ويدعم الشفاء. استخدم الكمادات الباردة عدة مرات في اليوم لمدة 20 دقيقة في كل مرة.
لا تضع الثلج مباشرة على الجلد. توصف الأدوية مضادات الالتهاب اللاسترائية الفموية NSAIDs لتقليل الألم. ارتدي رباطا ضاغطا لمنع زيادة التورم. يركز برنامج العلاج الطبيعي بشكل أساسي على تقليل الألم والحفاظ على الحركة الكاملة للركبة. وبعد تراجع الألم التالي للإصابة واستعادة مجال الحركة، ينتقل العلاج إلى تقوية العضلات. الثلث الخارجي من الغضروف الهلالي مزود بتروية دموية جيدة. قد يشفى التمزق في هذه المنطقة من تلقاء نفسه، أو يمكن إصلاحه غالبا بالجراحة. في المقابل، يفتقر الثلثان الداخليان من الغضروف للتروية الدموية. لهذا السبب لا يمكن أن تلتئم التمزقات في هذه المنطقة بسبب التروية الدموية المحدودة. لذلك التمزقات المصحوبة بأعراض في هذه المنطقة التي لا تستجيب للعلاج المحافظ عادة ما يتم قصها جراحيا. لذلك نحاول استنفاذ خيارات العلاج المحافظ قبل إحالة المريض للجراحة. إذا حدث انعقال في مفصل الركبة، أو كانت حركة المفصل مقيدة بشدة، أو ترافق التمزق مع تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، أو لم يحدث تحسن يذكر في الأعراض بعد 3 إلى 6 أسابيع على الرغم من العلاج المحافظ المناسب، يستطب العلاج الجراحي. يعد تنظير مفصل الركبة أحد أكثر العمليات الجراحية شيوعاً. في هذا الإجراء، يدخل الجراح كاميرا صغيرة من خلال شق صغير في الركبة. يوفر هذا الإجراء رؤية واضحة للركبة من الداخل. يقوم الجراح بعد ذلك بإدخال الأدوات الجراحية من خلال مدخلين أو 3 مداخل صغيرة أخرى. تسمح هذه الأدوات بقص الغضروف الهلالي المتمزق، أو في بعض الحالات إصلاح تمزق الغضروف بالخيوط. استئصال الغضروف الهلالي الجزئي. في هذا الإجراء يتم قص أنسجة الغضروف المتمزقة. نوصي بالحفاظ على نسيج الغضروف الهلالي عند المرضى النشيطين بغض النظر عن العمر كلما أمكن ذلك، لأن الغضروف المفصلي يلعب دورا مهما في صحة ووظيفة الركبة على المدى الطويل. لكن إذا تعذر علاج التمزق وكان يشمل جزءا كبيرا من الغضروف، أو في حال فشل الإصلاح، يجب أحيانا إزالة جزء كبير من الغضروف أو إزالة الغضروف بشكل كامل. إصلاح الغضروف الهلالي. يمكن إصلاح بعض تمزقات الغضروف عن طريق خياطة القطع الممزقة معا. تعتمد إمكانية إصلاح التمزق بنجاح على نوع التمزق وموقعه، بالإضافة إلى الحالة العامة للغضروف المصاب. الإصلاح الجراحي الباكر في غضون 3 أشهر من الإصابة يحسن النتائج مقارنة بالإصلاح المتأخر عن هذه المدة. التعافي بعد الجراحة. تنظير الركبة عادة إجراء بسيط للغاية، ويمكن غالبا العودة إلى المنزل في نفس اليوم. يتم التحويل للعلاج الطبيعي بعد الجراحة مباشرة لتقليل المضاعفات وتسريع الشفاء. قد تحتاج إلى جبيرة لدعم الركبة بعد العملية للوقاية إذا تم إصلاح تمزق الغضروف. إذا تم إصلاح التمزق، فقد تكون هناك حاجة إلى تحميل جزئي للوزن باستخدام العكازات لمدة 4 إلى 6 أسابيع تقريبا. أما إذا تمت إزالة الجزء المتمزق من الغضروف، ستكون قادرا على تحميل الوزن على الركبة أثناء الوقوف أو المشي فورا بعد الجراحة، وستكون العكازات ضرورية لمدة 2 إلى 7 أيام بعد الجراحة فقط. يمكن العودة إلى القيادة بعد 4 إلى 6 أسابيع لمرضى إصلاح الغضروف الهلالي، وبعد أسبوع لمرضى استئصال الغضروف. يمكن لمرضى ذوي الوظائف الخفيفة العودة إلى العمل بعد أسبوع إلى أسبوعين، والعودة إلى الأعمال الشاقة أو ممارسة الرياضة بعد 3 إلى 6 أشهر من جراحة الإصلاح، وبعد 4 إلى 6 أسابيع من استئصال الغضروف. بالنسبة إلى 90% من المرضى الذين خضعوا لعملية تمزق الغضروف الهلالي، فإن النتائج قصيرة المدى جيدة إلى ممتازة. ولكن على المدى الطويل، قد يكون الأشخاص الذين لديهم إصابة كبيرة في الغضروف غير القابلة للإصلاح أكثر عرضة للإصابة بالتهاب مفصل الركبة التنكسي. يؤدي إصلاح الغضروف المفصلي إلى انخفاض خطر الإصابة بالتنكس على المدى البعيد مقارنة باستئصال الغضروف الجزئي.